بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد صباحكم، يسعد مساكم، مطبخكم مطبخ دريم. اليوم أنا اخترت طبق، اليوم اخترت طبق كمان حسب طلب السادة المشاهدين. أنا عايد طبق اللي هو برغل فول، برغل فول لسبب. أول شيء كثير عالم طلبت إنه شلون وكيف منساويه، حنعيده اليوم. النقطة الثانية هو موسم الفول، هلأ الفول البلدي والفول الإحراتي والفول بالسوق مليان، لذلك دائما نحن ندور على نوع الخضرة الحلو الظريف المرتب الموجود بالسوق ومنجي نشتغل فيه حسب موسمه وحسب وقته. اليوم حنعمل الطبق تبعنا اللي هو برغل الفول، والشغلة الثانية حندردش على الفول وشلون حنخزن الفول ومونه بقية السنة كلها، وشلون حنمون كمان البازيليا البازيلا او البازاليا. طيب اوكي ماشي، البازيلا والفول. اليوم حندردش بالتخزين وحندردش بالطبق اللي حنشتغله. حنضيف له كمان اليوم اللي هو الطبق الاضافي له، اللي هو دائما سلطه اللي بترافقه بشكل دائم، اللي هو سلطه اللبن الزبادي بالخيار كمان. لذلك احنا مبدئيا طبعا انا راح احكي انا هيك المقادير برواق وبيا سلام ويا عين، ندردش فيها شوي شوي، ونحن طبعا حنبلش بالطبق بعد. طيب طبق اليوم انا راح اخذ 200 جرام لحمه، كمان برضو حنفوت بالاقتصاد، حنقتصد كمان اليوم. 200 جرام لحمه، 1 كيلو جرام نص كيلو برغل خشن، في عندي 1 كيلو جرام فول، طبعا فوله بقشره بعد ما نفصصه بيطلع كميته هيك قليله شوي صغيره. طيب عندي 2 ملعقه كبيره زبده او سمنه طبعا المتوفر بالبيت، وعندي 2 ملعقه كبيره زيت نباتي، عندي 2 حبة خيار، وعندي نص كيلو لبن زبادي، عندي 2 فص ثوم مفروم ناعم، وعندي نعنع مجفف اللي هو النعنع اليابس، وعندي رشة بهارات مشكلة، وعندي رشة فلفل أسمر، وعندي كمان الملح حسب الطلب. طيب طبعا والشوربة اللي بدنا نسقي فيها البرغل نشتغل فيها بالبرغل. طيب أنا مبدئيا هلأ طبعا أول شغلة رح أطبخ أو ساوي البرغلات، يعني ضبط البرغلات وساويهم. أول شغلة عندي إياها، أنا عندي حلة طبعا، أنا مجهز شوربة للبرغل. البرغل ما بده بس نحن نحط له النصبة تبعه ومنسقط البرغلات اللي عنا. أنا عندي شوربة اللي هي شوربة لحم أو شوربة الفراخ المتوفر بالبيت. شو متوفر عنا بالبيت؟ ماشي، انا حطيت الشوربه بالحله، وفي عندي البرغل. انا عديت او قلت كثير البرغل بسمير الركب، البرغل فوائده كثير ورائع صدقوني، يعني حتى طعمته ولا اروع من هيك. لذلك في برغل اللي هو شكارات بالسوق، وفي برغل معقم. انا جايب برغل معقم موجود بكثير مولات، معقم مجهز للطبخ مباشره، والموجود بالسوبر ماركت او بالبقاليات الصغيره الموجوده بالحواير هيك او بالمناطق الاعتياديه، وكان بالإشكارة اللي هو سايب لازم ينخسل، لازم ينخسل. طبعا في عندي شغلة صغيرة، أنا حطيت الشوربة تبعي، حسقت البرغل، بعدين حسقيها بالزيت والسمن تبعها وسقطها، شربها السمنة والزيت تبعها. مثل ما أنا شايفين دايما كمان العيار، عيار البرغل، عيار البرغل مثل عيار الرز. أنا كررت كثير الكلام، موضوع هرمي، موضوع يكون الرز أو البرغل هرمي. وانا بجي على فكره الشوربه، انا مملح الشوربه، انا مملحها، ضل عم حط شوربه لحتى توصل لراس الهرم، لراس الهرم. بعدين بحط السمنه تبعي، طبعا كل ما كانت السمنه حلوه كل ما اظرف. انا بحط السمنه تبعي وبحط الزيت. الزيت ليش؟ الزيت مشان يفلفل البرغل، الزيت بيخلي البرغل يفلفل، كل حبة واختها تطلع. هالتحريكة هاي، ها اخذت الشوربة، الشوربة انا مملحها ومجهزها للشوربة اللي هي ملح وبهارات انا حاططها ومجهزها للشوربة، واجينا حركنا بالطريقة هاي. انا حاطها نار مرتفعة مثل ما تعودنا دائما، بس نشوفها بلشت تفور وتغلي نجي نرفعها عنار هادية، منهديها مثل ما منهدي الرز تمام، مثل ما منهدي الرز تمام. لذلك احنا حنرفعها نار عالية شوي صغيرة بس نشوفها بلشت، منقربها بعد تهدي. عندي النقطة الثانية اللي مشان انا اخلص منها، في عندي بجهز اللي هو الفول واللحمة. طيب
في شغلة صغيرة، ستي وجدي وأهالينا أيام زمان بسوريا الحبيبة الله يحميها ويحمي مصر الحبيبة، طبعا الطريقة كانوا يشتغلوها مو هالطريقة هاي، مش هوضح في بعض الأخوة السوريين أو حبايبي قاعدين على الشاشات عم بيتفرجوا، كانوا زمان الطريقة الصحيحة اللي كانوا يشتغلوها مو الطريقة الصحيحة، الطريقة القديمة، أنا أقول الطريقة القديمة يلي هو بيقلوا اللحم وبينزلوا الفول، بيقلوا الفول وبعد ما يقلوا الفول بينزلوا النصبة اللي هي مرقة اللحم أو مرقة الفراغ، طبعا بملحوا وبيبهروا وبيظبطوا اللي هي وبيخلوها لحتى الفول تستوي وبيروحوا بيرموا البرغل فوق أو بيهدوا عليهم كلياتهم سوا. طيب أنا ليش ما عملت هيك؟ أنا ليش ما عملت هالطريقة هاي؟ أنا ما عملت هالطريقة هاي لسبب، أنا حابب أخذ لون الفول، أخذ لون الفول الحلو، لون الفول المرتب أخده، يعني خلي لون الفولة خضرة، هو وقت نعمل الطريقة اللي هي القديمة بصير لون الفولة أصفر، تصفر الفولة، بتلاقي بصير الفولة مثل لون البرغل تماما، نفس اللون. أنا ما بدي أوصل هاللون هذا، ولا بدي الفولاية اللي عندي أنا تصير لونها عصفار على لون البرغل، لا أنا بدي الفول مثل ما أنا شايفين لونه هيك أخضر، يكون لونه أخضر. أنا بدي فولاتي خضر، أنا ما بدي هون يصفروا مشان يعطوا رونق للطبق ويعطوا جمالية، لأنه دايما الله يرحم أهل الأمثال شو كان يقولوننا العين بتاكل قبل التم، قبل البق قبل التم، العين بتاكل قبل التم. طيب أنا جبت حلة عندي، وطبعا الحلة بدي أقلي فيها اللحمة والفول، بدي أسوي اللحمة والفول مع بعض تماما. أنا طبعا البرغلات عندي بلشوا، بس ما في مشكلة خليهم شوي صغير بعدين نهديهم. طيب أنا حطيت زيت ورح أحط ما تبقى من السمنة، سمنتنا طيبة وظريفة. طيب هلأ أنا حطيت الزيت وحطيت السمنة تماما، بس بدي أتحمى شوي صغير وبدي نزل اللحمة عليها وبعدين بهر اللحم وبظبط الدنيا. طيب نحكي على تخزين الفول. نحن زمان وقت ما كنا أولاد صغار، مثل وقت ما كنا مثل ما بقول نلعب بالحارة، نلعب بالحي، نطلع الحواير ونلعب، كنا نعرف دايما يمروا، أنا آسف لمعنى الكلمة، اللي هو الطنبور. الطنبور كان طبعا أنا هديت على البرغول، كان يمر محمل الفول البلدي أو الفول الحراتي. سوريا مشهورة كتير، مناطق كتير مثل بيت جن وسعسع وكناكر كان يزرعوا الفول، أو منطقة جبل الشيخ يزرع الفول بكميات هائلة، يقولوا له فول جبل الشيخ، كان فول لا يعلى عليه بسوريا كلها. طبعا في كتير أراضي بتزرع الفول كمان لا يعلى عليها وطيبة كمان الفول عندهم. طيب لحنا كان يمر، كانت العالم ما تشتري بالكيلو والكيلين، الفول الاعتيادي ما كان يشتروا بالكيلو والكيلين، كان يروح يشتروا الفول، يروح يشتروا والله كل بيت، البيت اللي هو عبارة مؤلف من 3 أفراد مع أمه وأبي هنا 5 أفراد ياخدوا 100 كيلو. طيب في ناس لك 100 كيلو، في ناس اللي عائلته 9 أشخاص أو 10 أو 11 يجيبوا 200-250 كيلو فول. طبعا نملح اللحم وبعدين بنحط الفلفل ورح نحط البهارة. طيب بما لحمتنا تتقلى وننزل الفولات عنا، في معنا فاصل، انتظرونا. العصير الطبيعي مهم جدا للجسم لانه صحي وبيحتفظ بالفيتامينات بتاعته على عكس العصائر المحفوظة. كمان الاطفال بتحب تشرب العصير في فصل الصيف ويكون فريش. بنصحكم بالعصارة SKG المكونة من كوب العصير، الجزء الخاص بالمخلفات، شفرة من ستانلس ستيل مقاومة للصدأ، فرشة للتنظيف، الموتور اللي بقوة 400 واط واللي بيوفر كمان في الكهرباء، الجزء العلوي، الغطاء، مقبض الضغط. عصارة الفواكه SKG سهلة الاستخدام، فهي لا تستهلك أي وقت في تركيبها كالعصارات التقليدية، فيمكن فكها وتركيبها خلال 15 ثانية فقط، وانظروا إلى ذلك.
فعصارة اس كي جي بموتور بقوة 400 وات توفر لكم الوقت والجهد، فيتعطيكم عصيرا بنسبة 30% أكثر من أي عصارة أخرى. عصير البرتقال كلنا عارفين أنه غني بفيتامين سي، هنعصر دلوقتي كمية كبيرة منه مع عصارة اس كي جي. بنفس الطريقة نقدر نعمل أي عصير، فراولة، موز، جوافة، جزر. لاحظوا أيضا مدى قوة موتور عصارة اس كي جي، فبموتور بقوة 400 وات وشفرات حادة وصلبة من الاستانلس المقاوم للصدأ تقوم ببشر قطعة من الخشب دون أن تصاب بأي سوء. عصارة اس كي جي تعني قوة أكبر، كميات أكثر، سرعة أكثر، وقت أقل. للحصول على عصارة اس كي جي اتصلوا على الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة. رجعنا لكم حبايب قلبي، اشتقنا لكم بالفاصل هذا. طيب كنا عم ندردش كنا على الفول ومونة الفول، وبنفس الوقت كمان أثناء الفاصل أنا طبعا نزلت اللحمة وقليتها، والفول الفول قليته معه، حطيت البهارات والفلفل والملح عليه، والفول الأخضر البلدي على الهبال على البخار بيستوي مثل ما أنا شايفينه على الهبال بيستوي هلأ. والبرغلات عنا كمان شغالين كمان على استوى على رواء وعلى يا سلام ويا عين. طيب بقى كانت المونة طبعا مقطع الخيار، انا عم مقطع الخيار هلا مشان سلطه الزبادي او لبن بخيار، سلطه الزبادي بخيار. بقى كانوا مثل ما قلت لكم كانوا يمونوا بكميات هائله، بكميات كبيره، 200 250 300. لك في بعض العائلات انا كنت بعرفها، الله يرزقهم يا رب ويحميهم يا رب، كانوا يقولوا ننزل 500 كيلو فول اللي هو نص طن، بس تكون لعيلة. لعيلة هي شو؟ هي بيت واحد، بيت عربي وساكنين فيه اخوات، اخ تحت واخ فوق واخ فوق واخ فوق، يجتمعوا الكناين كلياتهم اللي هن النسوان الاولاد، ويقعدوا كلياتهم يقشروا الفول ويقعدوا يجهزوا للتخزين. طيب كانوا يجيبوا الفول، كان يجيبوا الفول يعني يفوروا عليه تفوير. شو التفوير؟ اللي هو يحطوا سكر ويحطوا شوية ملح، يخلوا المي لتغلي، ينزلوا الفول ويرفعوا الفول بقلب المي، ما يخلوا الفول يفتح، يعني ما بيخلوا الفول ليوصل لمرحلة الاستواء. يجوا طبعا يفوروا عليه، بعد ما يفوروا عليه يطلع الفول من على البخار على المصافي، يحطوه لحتى يصفي، صح يصفي مزبوط ويبرد، بعدين بيعبوه طبخات، بعدين بيعبوه طبخات. بغلاتنا كمان على 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 وش الاستواء. طيب يخلوه، بس بدي حبكه شوي صغيره معلش، يخلوها لتوصل لمرحله نص الاستواء نقول لحنا تبخير، ويعبوهم بكياس فولاتنا. استوى، بلاشوا يفتحوا فولاتنا، الله على هالروايح الطيبة. نغطيها. طيب ويعبوها كل طبخة نص كيلو فول مثلا أو 400 جرام أو 300 جرام، ويجيبوا على الفريزرات يحطوها بالفريزرات، وطول فترة السنة إمتى ما بدهم يسحبوا من الفريزر ويعملوا الطبخات، لأنه طبخات الفول ما بتنعد كثير، من رز الفول، رز برغل، برغل الفول، أنا آسف، أكلات كثيرة مثل بيحطوا الفول مع الشرحات، مع شرحات الدجاج، بيحطوا الفول مع اللحمة الناعمة بيقلوها مع بعض، كانوا زمان يحطوا البيض مع الفول مع اللحمة. الفول أكلات الفول كثيرة. مثل ما شفت أنا حطيت لبن الزبادي وحطيت قطع الخيار وحطيت الثوم، حطيت الثوم الناعم. أنا بدي أعمل رشة فلفل، ها
هذا اللبن اللي انا جايبه طبعا الرب بدي ارجع لكم كمان في لبن شركات وفي لبن اللي هو لبن علب موجود ببعض بيشتغلوا السوريين يعني. طبعا بيكون هذا اللبن طعمته شوي حامض يعني او حدق شو ما بعرف شو او كتسميه يعني. المهم هو انا بدي احطه طبعا عم بفرك النعناع النعناع اليابس هيك كفاية الله كلات استووا كلات نستووا طيب والبرغلات عدت هداية روعة ريحة البرغل والريحة الروائح الطيبة عم تطلع روعة. هلا أنا بحركهم مع بعض. أنا بحب الـ 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 يعني سلطة اللبن بخيار تكون طبعا الخيار يكون قطع. في ناس بيبشروه بيحطوا له ملح وبيحطوا له سكر وبيحطوا له كذا طبعا مع احترامي كمان ممكن يصير بس أنا عم بشتغله على الطريقة يعني اللي هي طريقتنا اللي هي طريقتنا. طيب هيك صار في عندي لبن بخيار وفي عنا كمان بتقولكم أنا بالشام أو بسوريا الحبيبة الله يحميها دايما يا رب ويحمي الوطن العربي كله بنبشر الخيار بنبشره على المبشرة بنبشر الخيار على المبشرة ومنحطه مع اللبن الزبادي مثل ما اشتغلناه هلا تماما. طبعا لبن الشركات لبن الشركات بيجي حلو طعمته وسلطة لبن الزبادي بالخيار مو طيب بتكون حلوة. لذلك في شغلة صغيرة يعني ممكن الليمون نحط ليمون نعصر ليمون عليها كمان بيصير ما في اي مشكلة بالموضوع هذا اذا حد اذا حبيته طبعا هذا موضوع اعتياد. طيب انا رح خلي اللبن قدامي واطمع على الفولات. الله استوت فولتنا استوت فولتنا لانه فتحت الفولة بس تستوي بتفتح بتبلش انا بس بدي افرجيكم اياها بتبلش بالطريقه تفتح الفوله ما بعرف فين انا اخذها بتفتح بالطريقه هي يعني مثل ما انا شايفينها هيك بتفتح الفوله القشره بتفك عن قلبها بالطريقه هي هيك صارت الفوله شو جاهزه للاكل مستويه بيقولوا الفول فتح. طيب تسلمي يا استاذي تسلم لي ايديك لك ربي يسلمك ربي يسلمك ربي يسلمك يا اسلام الحبيب حبيب قلبي والاستاذ عبد اللطيف حبيب قلبي والشباب كلها ما بدي يعني كلهم قلبي كلهم حبايبي. هيك استوى الفول فينا نرفعه شوي هيك احنا استوى الفول عندي واستوت اللحمه وعندي البرغل كمان على وشك انه كمان يطلع. طيب بدنا نجي هلا يعني بدي اسكب طريقتي نسكبه بطريقة حلوة بطريقة ظريفة. طيب أنا عندي الفول واللحمة شوف في عنا أحد الخيارات الاثنين إذا منحب نعجن اللحمة والفول مع البرغل يعني نحطهم فوق بعض ونقلبهم كلياتهم مع بعضهم ويتقدموا صحتين وألف عافية شغالين. وإن ما حبينا نشتغلهم مثل ما بشتغلوا أنا هلأ بالطريقة هاي شايفين شلون بحط اللحمة والفول بالطريقة هاي وبعدين بجيب حلتنا بجيب حلتنا هلأ بجيب البرغلات حبايب قلبي ها البرغلات مفلفلين بيطيروا العقل بيطيروا العقل ريحتهم يا ريتكم معنا باستديو لهون لتشموا وتذوقوا كمان. طيب انا بقى بجي باخذ البرغل تبعي ها مفلفل بجنن ها هلا هيك حطينا البرغلات نجي بقى هيك انا هيك برايي احسن انا هيك برايي بقى ها
بعملها هيك. الله الله الله. أنا هالأكلة بحبها يا جماعة والله، أكلة برغل الفول مع لبن بخيار، الله روعة. طيب منيجي لهون بقى للبرغلات، هيك بالحالة احنا نكون ختمنا الطبق، ختمة تكون حلوة. ها حبيب قلبي يا إسلام، الله حتى ريحة السمن، السمن البلدي ريحته بتجنن بالبرغل، ريحته تحفة. يعني مشرب بالسمن البلدي البرغل، كمان أكل شتوية على فكرة، يعني هي على موسمها، على موسم الفول، هي طيابتها بموسمها هيك لحنا. أبدا الله الله روعة. ها هيك حلتنا خلصنا منها، وهيك الحلة الثانية كمان خلصنا. وهلا لو كان سخن شوي لابسين جوانتيات بكبسها مشان شو الفول. ان شاء الله بقى هلا نشوف شو رح تطلع معنا. هيك بنشتح الجوانتيات بقى ونيجي نقلب طبقنا، نقلبه ومنقدمه، وهيك صحتين وألف. شو ألف؟ لك وعشرة آلاف صحة. ايه شوف طبق هيك مثلا. الله بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن تقدم بقى على الصفرة. بسم الله. ايه شو هاد؟ ايه شو هاد؟ ايه شو هاد؟ الله 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 روعة، ولا أحلى ولا أروع ولا أطعم من هيك مع الشيف عبد الناصر. طيب أنا بنهاية الحلقة وبنهاية برنامجنا، أنا والله بتمني أقعد ساعات نضل نحكي على الأكل، لأنه الأكل بحر ماله آخر، بحر ماله قرار، الأكل والشرب والحلويات وكل شيء. إن شاء الله معكم بالأيام القادمة لنا أقدم أطباق أحلى وأحلى وأحلى كمان إن شاء الله. أنا بكل طبعا نهاية برنامج وبهالبرنامج كمان بشكر طبعا الأستاذ المخرج الأستاذ عبد اللطيف والشباب كلهم اللي تحته، بشكر السادة المصورين وبشكر السادة المشاهدين اللي تابعونا كمان. إن شاء الله بكرة معكم بطبق جديد مع الشيف عبد الناصر المطبخ الدريم. السلام عليكم ورحمة الله.